تبدأ لجان الانتخابات في أنحاء الجمهورية حاليا في إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأخير للعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024. من جهته أكد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخاب أن لجنة أو لجان الاقتراع الفرعية على مستوى الجمهورية ستظل تستقبل الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم حتى الموعد المحدد لغلق اللجان، غير أنه في حال وجود ناخبين بداخل نطاق المركز الانتخابي فأن اللجان ستستمر في العمل لحين تمكين آخر لتمكين آخر ناخب متواجد من الإدلاء بصوته.